في الختام، يجري حاليا فعاليات أو تجري فعاليات اختتام طبعة 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بعد غياب دام 6 سنوات، وسيتم الإعلان عن الأسماء المتوجة بجائزة الوهري الذهبي. التغطية لرياض قاسم. أول شيء ما أحلى الرجوع إليه مثل ما بقولوا. وهران مدينة جميلة كتير، بتذكرني ببيروت لأنها على البحر وفيها نفس الأمبيونس اللي موجود عندنا بالمدينة. قدر أنا نحضر له كل عام، يعني ما وش غير اليوم، يعني كل عام أنا نحضر له مدة سنين. يعني فتاة جميلة لرجوع هذا المهرجان بعد الغياب، ونتمنى مثل هذه التظاهرات تقام بكثرة حتى يتمكن للفنانين أنهم يشوفوا فنانين العالم العربي. بون سيتي ان تري تري بو سيجور، اون افي دو تري تري بو فيلم. جو ريميرسي لي زورغانيزاتور لا فيل دوران، سا ايتي فريمون فورميدابل. اون بون سيمين دو سينما.